خلية واحدة بدأت الحكاية، ومنها كان يا مكان الحياة. اشتركوا الآن في القناة لتبدأ رحلتنا في خبايا وأسرار جسم الإنسان. موجود منذ حوالي 10,000,000,000 عام، موجودة منذ حوالي 5,000,000,000 عام. لقد استغرق 3,500,000,000 سنة، بما يعادل 15,000,000 قرن، من أجل أن تتكون هذه الخلية الواحدة التي خلقت منها كل الكائنات الحية. الدماغ في الإنسان يتكون من 3 طبقات، الأولى تشبه تلك التي في الزواحف، الثانية البيليوكورتكس كما في الثدييات، والثالثة النيوكورتكس، وهي الأكثر أهمية والتي تطورت سريعاً وميزت الإنسان. استغرقت 500,000 سنة كي تتكون. أنتم أين تذهبون؟ توقفوا في الحال، قلت ارجعوا. أسرعوا قليلاً من فضلكم. حسناً، ها
ها هو أهم سائل للحياة على وجه الأرض، الماء. من هنا نشأت الحياة. مرحبا، أنا الإنزيم مهندس الخلية. سأضع واحدة هنا وأخرى هنا. أنت هنا. هذه جينات وستصبح كروموسومات. هذا ليس قويا. لدي فكرة. لنرى كيف ستعمل. ألست ذكيا؟ لا لا لا. هل ستثبت أم لا؟ نعم ثبتت. أصبحت الجينات كروموسومات. وستكون هذه نواة الخلية. الميتوكوندريا هي على الأرجح بكتيريا قديمة محاطة بالخلية التي تتكون. الخلية ولدت، والجسم البشري فيه 60,000,000,000,000 منها. الجلد، العظم، الأعصاب، العضلات، القلب والدماغ، جميعها مكونة من خلايا، وكل واحدة منها عبارة عن عضو حي مستقل يتنفس وينتج طاقة ويغذي نفسه ويعيد إنتاج نفسه. حجمها 1/100 من المليمتر. ولكي تكون الخلية واضحة للعين المجردة، فإن الجسم البشري يجب أن يكون طوله 500 متر، ومع ذلك سيكون حجم الخلية عندها كرأس قلم حبر. هذه ألياف تكونت من خلايا. أريد ملحاً، هل يريد أحدكم ملحاً؟ معادن، أحصل على معادنك من هنا. الجلوكوز هنا، تعال واحصل على الجلوكوز. هل ترغب في بعض الدهن؟ دهن ممتاز. مع السلامة، هيا سأخذكم إلى الخلايا. مرحبا. بالتأكيد لا نريد أي جزيئات متحللة. إن خليتنا متعبة. نحن مرهقون، لا نستطيع أن نستمر، ونحن نحتاج إلى السكر والدهن والبروتين والماء. أسمعتم مقالة؟ Ha 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 ha
ألم تتعلم شيئا في مدرسة النقل؟ ولكنني أنا في الاتجاه الصحيح. أنت مخطئ، عليك أن تتأكد في المرة القادمة. حسناً، هيا تحرك على طول الخط. لا يوجد عندهم احترام لنا. ها قد جاء أصدقاؤنا. أهناك ما تبلغ عن؟ لا شيء. لا يوجد شيء. جاءت كريات الدم الحمراء لتحضر لنا بعض الأكسجين. نحتاج لذلك. إنها تفضل هذا على نقل ثاني أكسيد الكربون بعيداً. التالي، هيا. هيمو، انتظر، عندي فكرة. انظر هيمو، لما لا ندخل إلى هناك ونرى كيف تصنع الخلية؟ ولكن كيف؟ حجمنا كبير ولا يسمح لنا بالدخول هناك. ولكن الجلوبينات الحمراء عبارة عن خلايا أيضاً. نحن خلايا؟ أجل، كل ما في الأمر هو أننا فقدنا نواتنا فلا نستطيع أن ننتج أنفسنا مثل الآخرين. حمل جديد من ثاني أكسيد الكربون. أكره ثاني أكسيد الكربون ولا أستطيع احتماله. نحن الآن في الغشاء الذي يحمي خليتنا، وكما ترون فإنه يتألف من بروتينات ودهن وسكر. ما الذي يحدث بالتحديد هنا؟ إن الريبوسومات وهي بروتيناتنا تتجمع في صفوف، فعندنا الآلاف والآلاف منها. إن الميتوكوندريا هي مراكز إنتاج الطاقة، إنها تنتج الطاقة عن طريق حرق الطعام الذي يأتي إلى هنا، وأكثر من هذا هو أن التنفس يأتي من هنا أيضاً. الوسط هو الذي يمرر الأوامر التي تسيطر على وحدة أو انقسام الخلية. على هذا الشريط توجد خريطة الـ RNA. كما ترون إنها تحمل كل الأوامر من مركز التحكم إلى التجمع الصفي، ويكون مركز التحكم هنا تماماً. انظروا إلى مستودع التخزين الرائع، إننا ننتج ما يكفي لنصدره أيضاً. وجهتنا في النهاية هي واحدة من ليسوسوماتنا، هنا حيث سيتم نقلها. حياة جديدة تنتظرك. أليس ذلك جميلاً؟ نعم ولطيف. قريباً ستكونون مثلهم.
يبدو أنها أزمة مرورية. ما الذي يحصل للطلبية؟ فليخبرني أحدكم. لا يوجد أكثر من هذا لنفعله يا رئيس، لقد حاولنا. سر عمل الأشياء على المخارج، فأنت ترى الازدحام. تجمعات الصفوف مشبعة، طلبوا أن نبطئ عمليات التسليم. ماذا؟ لا يمكن أن تستمر الأمور هكذا، ابعث بالفائض إلى الدهون، تخلصوا منها. هيا. وهلا وصلني أحدكم مع الرئيس وفي الحال؟ يجب أن أكلم المايسترو فورا. إن المايسترو مشغول الآن. ولكن يجب أن أكلمه الآن. ولكن يجب أن أكلمه الآن. ماذا حصل؟ ماذا يحدث؟ لا بأس، ما الأمر؟ أنا أصغي، هيا تكلم. مايسترو إنه يقول انظر إنهم مغرقون في الطعام، يجب أن يخزنوا الدهن، لابد من القيام بأمر ما. والمصانع الأخرى؟ إن الوضع متشابه في كل مكان. علينا أن نقوم بما هو ضروري. أخبرني، هل أنت نائم أو شيء من هذا القبيل؟ أنت تدع الجميع يدخلون. أنت لا تعرف أن مصانعنا تفيض؟ من الآن فصاعدا عليك أن توقف كل الاستيراد، فلا يدخل المزيد، هل تسمعني؟ حاضر. أرسل إلي خلية عصبية مرسلة لننتقل إلى الدماغ إذا ما أرادوا أن يستمروا في صنع الدهن هناك في الأعلى، إنه شأنهم، إن المسؤولية مسؤوليتهم، لكنني لا أريد أن يأتوا بعد قليل ويتذمروا. لا نريد المزيد. أرجوك دعني أدخل، لقد أخرجوني، إنهم يحتاجونني في الداخل اليوم. هيا. فيروسات تدخل تلك الخلية. صلني بالقسم 4000 أيها الرقيب جامبو الصغير. لقد حددنا موقعهم، لا تقلق، لا توجد مشكلة. نالوا منهم. تابع. حسناً دعونا نرى كيف تسير الأمور اليوم. نحتاج السكر وبعض الأكسجين وماء وبعض الأحماض الأمينية،
بعض البروتين، الكثير منها بالطبع لأنها تصنع نصف مكونات أجسادنا. أتساءل لماذا يوجد الكثير من الدهن؟ هذا غريب، مقدار قليل من الملح، هذا رائع. القسم 4000، نداءٌ إلى كل الخلايا في القسم 4000، برمجوا وصنعوا الكولاجين وأرسلوه حالما يجهز إلى الخارج. أنت هناك في القسم الرئيسي، ألا يمكن تأخير هذا الطلب؟ أنا أفضل أن أرى مصلحتي أولاً. هذا أمر من النظام بأكمله، لقد جرح الجلد، تعلم أن الأوامر بالنسبة إلى المصدرين لها أولوية. ألغي كل الأوامر وابدأ من جديد. غرفة الكروموسومات أمر عاجل من أجل الكولاجين. أرسل رسول العامل الوراثي RNA مع المنتج في الطباعة الزرقاء إلى مراكز الإنتاج، ثم اقفز إليها. انفصلي أيتها الكروموسومات الكسولة، اذهبي إلى العمل في الحال، هيا. ما الأمر؟ ما الذي يجري؟ انتظر، يجب أن تتوقف، توقفوا في الحال يا حمقى. قلت بعثوا رسولا إلى العمل الوراثي RNA وأنتم أرسلوا الخارطة الوراثية الرئيسية. من دونها كيف تعتقد أننا سنعيد إنتاج أنفسنا؟ حمقى، لقد سمعت مقالة، هل يمكن أن يشرح أحدكم كيف يمكن أن تكون حمقى إلى هذا الحد؟ نحن زائلون، لكن الجين الرئيسي هو الذي يربطنا للنهاية، والآن اصنعوا نسخة لي، هيا من دون أخطاء. أهلا، هيا. وكل هذا يحصل في خلية واحدة من خلايانا، في واحدة من 60,000,000,000,000,000 خلية. الأمر جاهز، أرسل. الخلية حجمها 1/100 من المليمتر، وكل يوم 500,000,000,000,000 منها تموت ويتم استبدالها، وبسرعة 50,000,000,000 لكل ثانية.